مرحبا بكم في الرماج نهار مع ستار. هذا النهار غادي نعيشوا مع واحد النجم مغربي، هو ممثل مخرج ومنتج، ولد درب خطاف وباندي. اكيد انكم عرفتوه، ولكن قبل غنخليكم تشوفوا الناس اش كيعرفوا عليه. Est-ce que vous connaissez le comédien Saïd Nasseri? Non, je ne connais pas. Excusez-moi. On est espagnol, on est ici pour. Est-ce que lui aussi est espagnol? Ah bon? C'est vrai? Comment il s'appelle? Saïd Nasseri. Je ne le connais pas. Moi aussi, je ne le connais pas. C'est vrai? Oui. Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Non, pas. Je ne sais pas Saïd Nasseri. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Saïd Nasseri, il faut qu'il soit marouf ou mchour. Vous connaissez l'acteur Saïd Nasseri? Pas du tout. Et vous? Oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue dans un taxi. Non? Dans un taxi? Non. Non, non, il joue pas dans un taxi? Non. Il est en prison. Il est en prison. Skin. Vous connaissez l'acteur Saïd Nasseri? Bien sûr. Ce qu'il fait? Il fait des films. Voilà. C'est un film de Saïd Nasseri? C'était pas ça. C'est quoi ces taxis? Non? Non, c'est pas ça. C'est Sami. Ah non, Saïd, non, alors. Non, c'est Sami la série qu'on connaît. El Kader ou mon chef Montez. Qui est-ce que tu as fait avant de commencer? Tavan, qui est un banquier, mon frère. Qui est-ce que tu as fait? Un banquier. Le chef de Mouyour Diallo au cinéma. سعيد الناصري احسن ممثل تيعجبني، لا في التمثيل ديالو ولا في الكوميكيا ديالو ولا في كل شيء ديالو. كتجيك سعيد الناصري؟ ايه كتجيك سعيد الناصري. هذا هو الكلوب ديال سعيد الناصري، وداير هذه باش ما يقوصوش عليه. سعيد سعيد تما كصاحبك كتغوص تسحب راسك براس الدرب. اهلا سعيد. كي داير اخويا؟ اسمح لي راك الله يعطيك. شفتك كعيك كيف ترى الناس خلقوا التليفون، عيط التليفون. لا خفتك تشقمني. التليفون انا جاي سعاد. صافي بيتك جمر هذا. يلا ما كيداير. تفضل مرحبا بكم. بريكات تيشوفوا مايكل جاكسون الناس كيبداو او ماي كان ماي جاد ماي هارت اه كطيح. فرنسا كيشوفوا او مون ديو ماي كان ماي كان لي بو لي بخاي لي نوار لي كري لي وكتبقى تطيح مسكينه. الجابون كيعرفوا يسخفوا كتشوف مايكل كيقول او ماي جاد. حنا لا، حنا تبارك الله بالعربيه المغربيه عملنا مايكل خرج من الطياره وطيحوا هاد سلمي ولا مايكل مخلوع تيقول لي ما تصدمعت ويدها. احنا تفضل تفضلوا 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 بكم تفضل الله يبارك فيك مرحبا بكم. داكشي زوين وانت مبسوط. الله يحفظك الله يبارك. هذا بوني؟ هذا بوني انا. هذا بوني ذهب. تبارك الله. وهذا اغبغ. اغبغ؟ اه. داكور. هذا عربي مغربي اصيل. وهذاك السيد شنو كيمشط مكلف المشاكل؟ هذاك خدام لي. خدام العود. صاف راسك كتلقى ديك العود ما عرفتش كيدير. بحال دابا هذا مكلف بالشروجه. اييه. هذا مكلف بلونتخوتيا. هذا الكوسان ديال العود هذا. البنيه مريم مكلفه بلاكوي. اييه. وكل واحد مكلف هذا الكوسان ديال العود. سميتو هذا سميتو الشرج. هذا الشرج هذا الشرج ميريكان. الشرج ميريكان. هو اللي عنده هذه العيب هذا وكاين الشرج الانجليزي دابا نوريه لك. وهذاك الشرج العربي اللي كتشوف. تبارك الله هادشي زوين. سي سعيد اول حاجه دابا غنشوفها فاش غنشوف هادشي تبارك الله. اول حاجه غنقول لك درتي الفلوس تبارك الله. صافي قوس هادشي اللي مقابل انتوما قوس هادشي كله كريديات ويلي والله وفراسك بان هاد الكلوب انا درتو لي زارتيست الفنانه باش يبقاو يجيو ويكون عندهم محل ديالهم. صورنا شويه هنا سعيد. مرحبا خويا رشيد مرحبا بك. راه صافي بليزير انك جيتو عندنا نتايا والطاقم ديال القناه الثانيه. راه داري هادي دارهم انتما مولفين انت مولفين هادي دارهم. انا كبرت بهم كبرت عندهم كبرت في دوزام. تبارك الله عليك. تبارك الله. هذا الريستورون هذا الريستورون من بعد الا بغيتي نضرب شي طاجين اليوم. مرحبا بكم. كل شيء كاين. حنا نصاوبوا الطواجن نحطوا سيدي اتاي نجيبوا المسمن كل شيء كاين. زين اسي انا كتشوف حاولت انني نديروا انا عندي مع شويه مع الخضره وداك الشيء تنبغي نبغي الجرده تكون كبيره وداك الشيء فاعتمدنا. الخضره ولا الخضره؟ لا بجوج كاين الخضره وكاين الخضره. كاين الخضره. الخضره تزال عليك بزاف. بجوج اخويا. اش شنو الخضره اللي كتعجبك؟ انايا واف كل شيء تقريبا غير البطاطا حلوه ما عنديش معاهم. علاش حيت حلوه؟ حلوه اخويا ما عرفتش ما كتعجبنيش من بكري هي وبطاطا القصبيه ما عرفتش علاش. ما فيك السكر؟ لا ما فيها السكر ولكن ما تنبغوش كاين شي واحد كيتريني وكيشوف بحال هذا الهواء غادي يكون غادي. دابا انت درتي وليتي ممثل مخرج وبروديكتور. سيد قوست انت ملي دخلتي انت مالك على التقواس عباد الله خمسه وخميس. لا بلاتي واحد القضيه مخرج وانت سير بلاطو مع لي كوميديان وتجيري والروينه وهذا ما كيطلعش في السكر.
لا لا ملي كتكون كتعامل مع اون ايكيب بروفيسيونيل ومع يعني دي تكنيسيان اللي في المستوى بالعكس هما تيساعدوك وتيسهلوا عليك الماموريه طبيعه الحال تيكونوا بعض المشاكل شوف كل واحد كيخصو يعرف كيفاش يجريهم وقضيه انني نكون مخرج وفي نفس الوقت ممثل وهذا فماشي لخاطري لان كان بزز مني خصني نديرها ولكن كيفاش كتقدر انت كمخرج مثلا انك تكون ممثل وتكون مخرج منتو كيفاش كتكون عندك ديك لا فيزيون ديري راسك لا تيكون عندك ان اسيستون تيكون عندك البرومي اسيستون ديالك والبرومي اسيستون تيخصو يكون في مستوى لان اول فاش غندير الاخراج ما عمري ما كنت كنفكر ندير الاخراج رغم انني يعني خدمت مع مخرجين في التلفزيون ولا في القناه الثانيه كنت نحضر مثلا فدا ولا في القناه الاولى وكنت خدمت مع مخرجين سينمائيين داكشي ولكن عمرني ما كنت كنفكر نكون مخرج حتى لواحد النهار تلاقيت مع كلود لولوش وبديت كنحكي له على الفيلم ديالي بديت كنقول له عندي واحد الفيلم وهذا وكنقلب على شي مخرج اللي غادي يقدر يلقى لي لي كاك ويخدمني ويمديريج وداكشي وبديت كنعاود له الفيلم قال لي علاش ما تخرجش انت الفيلم قلت لي علاش راه الاخراج صعيب قال لي لا قال لي نو سون توز دي رياليزاتور دابا راه انت مخرج انا مخرج اي واحد فينا مخرج لانك ملي كتفيق الصباح كتخرج لا جورني ديالك كما بغيتي كتقول غنفيق الصباح غادي ندير شويكات بحال هادو ندير جيل كتهتر ماكياج اليوم انت اللي دير الاخراج لهاد ليميسيون ما يمكنش قدامك حتى ما تقدمش عليك لا فهمتي انا كدوز يعني اللباس ديالك تختار تختار منين غتمشي فهذا هو اللي زعمني انني ندير الاخراج واحد القضيه لحتى هنا قلت فيها الزعلوله هاد اللعبه والله يتندير الزعلوله سي لا ندير ديك الجريه ديال الدراري الصغار ديال الدراري الصغار بحال فرحانين زعما فوالا فوالا عرفتي اش غدير؟ اييه باش ما تدفع بيا ما ندفع بيك غادي تمشي ياك هاكا وبرجلك وتمشي بحالك فوالا بسم الله سي سعيد عمرك درتي شي انترفيو بحال هكا سي سعيد قول لي دابا حنا كنزعلوا بغيتك تهضر لي شويه على الطفوله ديالك الطفوله ديالك الزعلوله والله ما عمرني لعبت زعلوله اخويا كنا كنديروا بنو كنلصقوا في الشجره وفي عاشوره كنحرقوا داك البنو كانت عندنا واحد الجرده دوزتي الطفوله في درب السلطان دوزت الطفوله في درب السلطان وكانت واحد الجرده معروفه في درب السلطان اللي باقى لحد الان هي جرده المردوخ وجرده المردوخ كانوا فيها كان فيها هاد ديال الالعاب وكانت كنخلصوا جدريال باش ندخلوا اليبوك وجدريال كانت تجينا بزاف وما عندناش جدريال ماشي سهله لعبتي الزديدي لعبت الزديدي لعبت كاش كاش الزديدي هو الزينيفري النق النق النوك انا كان عندي واحد القتيب كنصوبو راسي ياك وفي راسي واحد القضيه الكروسه ديال لورمات الكروسه ديال لورمات انا اول واحد اخترع كروسه ديال لورمات عندها ثلاثه الروايد ياك والله العظيم هاد اللي جاو نقردو دابا ما بقاش ما كاينينش دابا الدراري ولاو كيشري لك الطوموبيل مصوبه والانترنت خلات الدراري انهم يبداو يهتموا بالانترنت ولي سيبر كافي ما بقاش داك كنا كنخترعوا لي جو كنتي قبيح في صارك وانا لو كنقرع لك تشوف شحال من ضربه في راسي عرفتي يعني عندي واحد التطبوق الى هنا والله الا قداش نوريها لكم ندير لها جروب لو تشوفها قداش كنت قبيح كنت نضرب بزاف ولكن هو في الحقيقه كيخصك تكون قبيح لانك الا ما كنتي شي قبيح باقي قبيح كيبقاو يسخروك ولا الدرب كتولي انت هو كان سمعت عندي واحد لا ما قبيحش بزاف عندي واحد السكوب سمعته البارح من عند واحد السيد قال لك في شي تورناج شنقتي على شي واحد ماشي شنقد كاع ضربتو علاش لان ومن بعد صالحت انا وياه وتصاحبنا كنا كنصوروا وعوض فاش يجي لعندنا حتى نساليو ويجي يقول لي الله يخليك عطينا لوتوريزاسيون باش كتصوروا داكشي هو شاف بان كاينه القناه الثانيه وكاينه كاينه الطوموبيل ديالها فما يمكنش قناه على قدا غتخرج وتصور بلا هو غير بغى يخلق لنا مشكل وجا وسط من لا سيكونس وحنا اون بلان خدمه وحبس اسميتو الكاميرا تصوير وقال لك ما تصوروش وريوني اسميتو انا بلا ما نشعر دورته لعندي ضربته براس هبط وعاود عمقته قلت له خافش رشيد خافش رشيد ماشي ما تخافش والله ما تخاف والله السلطان كنت كندير لا بوكس كنا كنديروا لان كانت الريا كانوا جوج الحوايج يا اما انك تكون من الحارف وتابع الحشيش يا اما انك تكون رياضي وتكون كويري وداكشي علاش اغلبيه ديال الكويريه خارجين من درب السلطان الرياضه عاونتك شويه الرياضه عاونتني في تكوين حتى تكوين شخصيتي يعني انني ندافع قرايتي كثار انني نهتم بصحتي كثار انني ما نتبلاش لا بالحشيش ولا بالكارو ولا باي حاجه عمرني ما كميت عمرني ما شربت في حياتي كلها رغم انني كبرت في ظروف صعبه جدا فالرياضه كنت كندير الكاتش لان كان خويا كاتشور بروفيسيونيل اللي هو عبد الله الناصري
وكاين عاد فهمت علاش كتضرب بالراس بالراس وكنعرف نطيح من هذا ما عرف نطيح نعطو نطيح سيرتو سي سعيد قالوا لي عزيز عليك ليكيتاسيون بزاف هي ماشي ليكيتاسيون التبوريده التبوريده وليت هذا النادي انا ملي درتو التبوريده لان ما كايناش مدرسه في المغرب ديال الفانتازيا ديال التبوريده هي الفانتازيا هو اسم فرنسي ولا الاسم الحقيقي ديالو هي التبوريده على انه فانتازيا حيت سي فونتيزيست لان هي سي اون غير عمرك كنتي على العود كركب على العود مره ولكن ماشي سوي با برو شي رشيد انا نقول لك واحد القضيه انت عندك واحد البروفيل زوين اولا وجهك زويول بارك الله فيك ثانيا القوام ديالك زوين ما خصكش تغلط انت نقول لانك ممكن تكون ممثل كوميدي من داك الطراز العالي وانا مستعد ناخذك في اي فيلم بغيتي الله يحفظك هذه تلقى لا لا ماشي ندير الصباغه بصح لا علاش خص الممثل يكون تيعرف يركب على الخيل يكون تيعرف يعوم يكون تيعرف يدير رياضه يكون تيعرف يتمشى علاش لان هادشي تيعاونو لان يقدر يجي غدا دور بحال مثلا فعبدو فهد الموحدين كان معايا الروخ الروخ عمره ما ركب على العود اول مره عندي انا اول مره ركب معايا فوق واحد العود سميناه اذا غادي نجربوك نركبوك على العود الا بغيتي اعطيونا نركبو رشيد على شي عود شوف عطيني شي حاجه ارالي هذا اعطيه هذا سهل هذا سهل هاك اسمح لي انا غادي نركب في الشرج غادي نركب في برج ولكن خصك تهزوني اجي حدا شوف اجي وحده حدا الكرسي حتى الكرسي باش نطلع انا راه مابقاش عندي الجهد سير فوالا زيد زيد قاعد فوالا قاعد الحمد لله ايوا خايب سير معقوق قاعد سير ايوا الله رشيد امان يا رشيد واو قاعد عاده انا سحري بيت اسمحوا لي الاخوان ما قدرتش نكمل معكم الدوره حيت الموتور خسر وما كاينش قله السيكليست ما كتعرفوش يقدر يعيطوا لي يصاوبوا لنا نكمل معكم الدوره ما تعرفوش ولكن دابا بما انك براشيد ركبتي مزيان لان راه سي با فاسيل باش تركب على عود ديال التبوريده وتجيب معايا قرصه دابا غادي نعطيك واحد الجائزه رب سعيد موجدها لك هي والدراري تا هما كيتسناو فيك ياك غادي نوجدوا له هذا غادي يركبوك على واحد العود من ذاك الطراز العالي احسن من هذا اللي ركبتي عليه لانك تستاهل زيد خرج زيد خرج راه انت عمرك شتي حمار مزوق يلا ركبها رشيد خطير هذا الخمار ركب اول مره كنشوف شي حمار هاك شتي هذا حمار مزوق هذا حمار كنسمع هذاك راه حمار ديال الدب هذا حمار مزوق خرج شويه الحمار الوحشي هذا كان كيلعب مع الجوفونتين عندك غا الماء ديالهم حيت كنعطيوهم يشربوا نحيد لك السطل ديال الماء اييه بسم الله برافو عليك صاحبي راك انت عروبي مع راسك والله العظيم الا عروب راك تسب بيا وتقول مزيان اجي تشوف الغنم نعمس هذه كنسميوها الزريبه فهمتي الزريبه العربيه تنقول لها الزريبه وليش درتي الحوال هنا درتهم على اساس انهم باش الوليدات الصغار ملي كيجيو لي فيزيت ديال لي زيكول اييه تيجي تعرفوا شنو هما الخرفان تعرف كنا دايرين المعاز كدير النعام اييه ولكن كيموت ليا فصعيب باش كاين شويه الفلوس من لي فيزيت ديال لي زيكول ولا لي فيزيت ديال العيد الكبير وهو في الحقيقه بجوج دابا فاضح يا صاحبي ماك هي دابا بحال دابا هذاك ملي تزاد اجي خوت العاولي ديالك ما تخرجش الله من بعد كندير بائع الاغنام لهيه الباب ديال الكلوب عندي ميكسي وكاين هنايا الحجل هذا شتيه الحجل عندنا الحجل ولا الحجل كاين الدجاج كاين الوز كاين البط والبط راه فيه البط والوز والقوري كاينين ثلاثه الاصناف ولد عيشه شاد معاك الضب التليفون تاعك excuse me please I want to see Mrs. سلوى شنو pourquoi t'as l'air surpris tata سلوى انت ديكور كم هاد القضيه فيها شي نسكم هنا فين كنا صورنا البلاطو ديال الحاج عزوز راه دابا القهوة ديال لابراس اييه فهمتي راك تعاقل على ذاك المسلسل اللي كنا درناه في ردان في القناة الثانية وهذا اللي هي كانت الفيلا هنا كانت القهوة ديال القهوة ديال القهوة فالناس بزاف تيستبنوا أننا كنصوروا في دار ديال بصح ولكن هذا شرجم ديال بيت النعاس كيطلم جوج جوج بيت النعاس بيت النعاس يعني لا بغيتي دابا حليتي بيت النعاس غتلقاني أنا فملي كاين بحال اللي ثاني تيبان لك هذا ستانات اللي درناه على حساس اننا نصوروا فيه السيت كوم عبدو عند الموحدين هذه الياف عبدو عند الموحدين هي ايفيكتيفمون السيف كتعرف تلعب السيف بس ما كيبانش كيبان غير غير وراه غير غير هو ما ماضيش ثقيل ثقيل
علاش كديروا ثقيل؟ علاش ما ديروش مازال خفيف؟ لا هو في الحقيقه كاين اللي كيديروا خفيف، ولكن حنا ما عندناش دوك لي ماتيير اللي كاين في السينما ديال الاجانب، لان عندهم الامكانيات باش كيصوبوا بواحد هذا يقدر كاع يضرب ما توعدش. حنا للاسف الا ضربك بشي دفاع ما عندناش الامكانيات، ولكن ثقيل باش كتبان الحركه فعلا، انه باش يكون باش تبان غير. علاش دابا ديما حنا كنديرو هكا؟ علاش ما يجيش ديريكتوم ويضرب؟ علاش ديما طاق؟ ما عرفتش اللعبه ديال طاق طاق وكيدير لي زعما. لا بصح في الحروب زمان واش بصح كان طاق طاق؟ انا على عقولي في عهد ابو هريره ملي كانوا داك غزو كتسولني انا كنت معاهم صاحبي. لا قال لك هذه راه خرجوها قال لك المغاربه هذه طقسي. هي طقسي كيضربوا طاق 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 وتيدير لي عاد كيخشي اللعبه الاخر تاهو تيسدي اللعبه. نمشيو نتغداو ليكيب مساكن قال لك ولا حبيت لك الكاميرا غادي ولا بغيتي الا بغيتي نمشيو نتغداو انا راك عرفتي كنتغدا انا ولد درب السلطان أيه. وعزيز عليا نتغدا في البلديه الا بغيتي تاكل معايا فين كتعرف البلديه ولا أيه. تماك في هذه المناسبه باش نشوفوا الدرب فين تزت فين تزتي وفين لعبتي البلاصه اش كتسمى البلديه البلديه انا غنتغداو دابا غادي ناكلوا اكله شعبيه عند من غادي نمشيو بعدا ناخذوا الكفته من عند بوزوبه الله يبارك فيك انت دابا غادي ناخذوا الكفته ديال الجمل عند سلوى سلوى السلام عليكم السلام عليكم شي بخير اختي لاباس عليك هانيه لاباس سلوى راه شتا كبرات قدامي راه صغيوره كتبان لك هكا راه ملي كانت صغيوره وهي مع با وهي الجمل مازال كتجيبو سالا لا اون بليس دو سا هي المراه الوحيده اللي كانت كزاره ما كاينش عندنا عيالات قزارات قزاره مرا اول وتبارك الله عليها ماشي نقول لك مرا كابان دابا بغينا اختي واحد كيلو ونص ديال الكفته الطريقه ديال بوزوب الله يرحمه ياك وعطينا واحد نص كيلو ديال القطبان ونص كيلو ديال الكبده ياك وقولي لنا فين نمشيو نشويو الله يحفظك يا راه سي سعيد دابا خدينا اللحيمات نمشيو نشويوهم هنايا في البلديه راه هادي حتى غادي نجلسو ناكلو الشوم سي سعيد واش باقي كتجي لدرب السلطان؟ بيان سور كنجي لدرب السلطان، كتعرف بان انا كنستلم جميع الاسكيتشات ديالي لانك ملي كتجلس في بلايص بحال هادو في قهوه شعبيه كتجلس مع ولاد الدرب كتعرف اش واقع. ولاد الدرب كتعرف اش واقع. بقيتي كنقلب على لاكارت باغي نمشي شي ندير شي بوليسي ولا شي حاجه باش نوصل للدار الساعه ما كانتش لاكارت الاحياء الشعبيه خرجات هاد درب السلطان خرج مثقفين وفنانه كبار منهم مثلا الا خديتي فنانه كبار ديالنا الطيب صديقي كان ساكن هنا في البلديه هنايا عبد اللطيف هلالي هنايا هو ساكن هنا غير حدا المقاطعه حدا توريا جبران نعيمه مشرقي داسو كينو الزهري وعاد كاينين دكاتره واطباء اللي تخرجوا من درب السلطان درب السلطان كان معروف داكشي علاش انا درنا شنو كان هنا شنو كان هنا قبل كان نيت هنا كيبيعوا البلديه لا ما كانش كان شوا ولكن ما كانش بهذه الكميه اللي كاينه دابا كانوا كان بعض القهوات وكانوا كيديروا الحلاقي هنا هنا كنا كنجيو نتفرجوا بالحلاقي في العينيعة والصاروخ كانوا كيديروا الحلاقي هنا يعني هنا حدانا في هذه الوسعه وكان واحد السحار تيقولوا لي البحباح كنا كنشوفوا الالعاب السحريه وداكشي كان هذا هو بحال قلتي البلاصه ديال وكانت قصرة الحفاري هي غير هنايا ومارشي الجماعه وحنايا الزنقه ديالنا كانت في بني مقيلد زنقه الملكيه فاحنا كبرنا في هذا الجو هذا ديال درب السلطان وكان تعايشوا مع بعضياتنا والبريليت ديالها تاي وحتى الناس لاحظنا ان عندك شعبيه كبيره خصوصا هنايا في درب السلطان ولد دربهم اون بليس دو سا انا رئيس جمعيه درب السلطان زواج درب السلطان حاولنا العام اللي فات زوجنا تقريبا 10 ديال لي كوب وهذا العام اللي فات زوجنا 12 كوبل وزوجناهم درنا لهم عرس كبير لان كاين بعض الاخوان اللي باغي يتزوج ولكن ما عندوش امكانيات ما عندوش فتنساعدوا زوجناهم ودرنا مباريات كيداروا كل سنه انشطه تزوج خويا ما كاين مشكل انا دابا نشوف لك واحد شكون اللي بغى يتزوج مع رشيد
قلب دابا مرحبا بوالدينا سي البار راه مجوج سي سعيد صافي قولي سي سعيد بغيت نسولك كيفاش بديتي كنتي كدير الكاتش كنتي كتريني ولكن كيفاش جاتك ليدي انك تمشي واحد النهار دير التمثيل لا التمثيل كان في الدم ديالي ما عرفتش من الصغر ديالي كان عزيز عليا انني ندير التمثيل وفي 11 سنه كنت التحقت كنت ندير شنو الرياضه والتحقت بواحد كان البدوي جا لدرب السلطان عندنا ولكن جيت لارميطاج دار واحد النادي وداك النادي كان كانوا كيتجمعوا فيه الفرقه ديال البدوي وكنت انا من الاطفال ديال البدوي لعبت معاهم واحد المده ديال سنه وانا عندهم وكانت تعجبني نعيمة الياس كانت غزاله وزويونه وصغيره سي بيل فام وكنت دائما ترحماق على نعيمة وفعلا مني عرفتها من بعد وعرفتها كسيده زادت الحب ديالها زاد لانها طيبه وقلبها غزال وفنانه اللي ضحات من اجل تمثيل هذيك السيده مشيت انا لقيت الحومه مع الدخله لقيتهم كاتبين بالاحمر الداخل مفقود والخارج مولود كاتبين بالدم الله يشوف واحد الدرب صغير هو كيتيو اللي شتي هنايا هذا كيبان لك المقترح عليه شويه ديال الضوء الا كنتي داخل زعما تلاقيتي مع شي واحد مخاصم معاه تصالح معاه بزز منك تعال انت وياه ما كاينش تخرجيش ما تدوزوش مشيت مع داك التيو تمي داخل مع التيو وما حد وانا داخل كنحس بالبرد انا ما فهمت والو في الاول ما جيت فين ضربت 300 متر تلقيت راسي بحال طارزه كشطوني داو الحويجات كلهم كيخونوا باللاسلكي عندهم من الشراجم كيخونوا اول حفل درته دخلت لي 25 واحد فيهم 20 انا عارض عليهم و5 سنتين ما دخلت لي ما معقول اول كاشي خديتي شحال كان الكاشي ديالي ما خديت والو خسرت من بعد بداو كيعيطوا لي بديت كنخدم في العراس كنت كنمشي للعراس كندير مثلا سكيتشات انا كنحاول المره ديالي في العرس ما بين 300 درهم 500 درهم كنحس كنت خدام في البنكاير كنديرها باش نكسب الجمهور داك القصجه وشوف لي دابا انت عندك ميطيشه مقليه بشويه مع بصيله وعندك سيدي السوسيس والكفيته وكبيده وداك الشيء انت نعم سيدي ربي عليك تبارك الله نعم اخويا مرحبا تبارك الله شتي كبرات تبارك الله يصلحها بسم الله في جاكش يا سلام زعبله دابا جيتك للدريبه ديالي انا فين زدت انايا انا كان واحد مور راديو واش زنقه 23 الله عليك كان زنقه 23 هذه زنقه الملكيه اييه وهنايا كنا كنجمعوا فراس الدرب هنا هذه البلاصه كنا مسمينا دار الرواسيين كنا كنجمعوا تريحوا هنايا واخا كاتبين دابا الرجاويين راه انا راه سي سعيد كان كيجلس هنايا فهمت لك اش نجلس هنا؟ جلس هذه هي الجلسه هكا كانت عتبه هنا كانت عتبه كانت هي العتبه العاليه كنا تنجلسوا الداخل هنا وانا كنت كنبيع الكرموس واللعيبه والشاميه وهنا العصير عصير وكنت قابلين شكون اللي خرج شكون اللي دخل وعاد غنوريك الدار ديالنا اللي كبر اللي زدت فيها هذا سكوب واعر سكوب واعر تبارك الله عليك دابا رجعتيني للتاريخ هذه دارنا اييه كبرت لهيه في البيت اللي تما مع الجيران وكنا كنحسب لنا ذاك البيت راه هو بحال شي عماره ما كان عندنا لا ضو ولا ما على قد الحال وكنا هنا في الدرب هنايا اللي كان زوين كنا هنايا الدار اللي عجبتنا تندخلوا لها بحال دابا انا جينا من دراس ايش مشكل كندخل عند سعاد صابر ماشي بنت هنا لا بنت لي زنقه تحت المفتشات واقيله سعاد صابر زي هنا كبرنا هنا شوف كان هاد الدرب كله عائله واحده وهاد الدراري اللي كتشوف كبرنا مع بعضياتنا يعني نجي انا تقدر مثلا امي تجي في الليل تخرج لي من الدار ديال الحريزيه عندك دو بيرسوناج واعرين جوج واعرين كانت الجلسه الزوينه هي هنا في العشبه هنا في العشبه اجي جلس كده باقي الجلسه باقي العشبه مزيانه الله كلشي على العشبه كلشي على العشبه وهاد الدار شكون هي مولاتها الله الدراري اللي كيعقلوا سهرة الطاكسي سهرة الطاكسي ميلودا فين هي؟ شخصية قديمة ديال درب السلطان الله الله اجي سعيد اخويا ناخذ معك واحد التصويرة سيدي خير لاباس انا راه ولد با الناصيري تعقل عليا اييه انا ولد با الناصيري لاباس عليك الحمد لله الله يبارك الله يرحمه مسكين الله يرحمه هنا في الجامع اللي كنت نقرا فيه انا فين باقي شادك انا الجامع اللي كبرنا فيه واحد كنت نقرا هنايا
وكان السيد تيخرجني انا نسد انا نسد في الصنادل ملي كيبغيو يخرجوا كان كيعطيني العصا هادي هي صراحه المسرح الملكي ولكن غادي نمشيو له من الباب ديالو المسرح الملكي سعيد انا كنت ديما عمره بحال هكا دال ما كانش هكا كانت القصريه دابا شوف فين جات ما كانش هكا السلام عليكم كي داير لاباس عليك شي بخير صافا الله يبارك الله يحفظك بارك الله ولاد الدرس السلطان كانوا رجاله وكانوا مع بعضياتهم متحدين كانوا عائله واحده وكبرنا هنا فهاد المسرح اللي هو مسرح الملكي اللي كنا نقول السينما الملكيه المسرح الملكي كان مسرح لانه المسرح الوحيد اللي كان كيناهض المسرح ديال البلدي اللي كان في المدينه هنا فريد الاطراش كنا فريد الاطراش هنا جا عبد الحليم حافظ هنا جاو داروا مسرحيات كبار هنايا ام كلثوم جات هنا باب شعيب باب شعيب قول لنا كان 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 الملك الحسن الثاني حضر الحفل ديال فريد الاطرش كنظن هنايا سي سعيد ما سخيتش بيك دوز معاك نهار زوين والناس تعرفوا على شي حوايج اللي عمرهم ما كانوا كيعرفوهم على سعيد واحسن حاجه انك جبتينا للدرب فين كبرتي وتلاقيتي مع هاد الناس شنو السيد هذا عمار سي عمار شكون كيدير كان كيكري لنا بشكل بيكالا تبارك الله شحال سوق الموتور احسن الموتور كان كيسوقوه شحال كيدير بيكالا مع 3 ريال كنا كنسلتو ليه كان كيما هكا كيما سعيد ما سخيتش بيك وديما ديما ديما هادي خص تحيد صباطك بلاش مع تقاشر بقوبين ما كاين لا ما تنقش لاش كتنقز رشيد واه رشيد واه زيد انت غادي نزيد غادي نزيد ويلي راه هو اللي ما